طبعا ما فيش شك ان السمنه ليها تاثير كبير على ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، يعني لو حد بياكل كتير ومش بيكون عنده القدره على التحكم في شهيته فبيكون معرض طبعا ان يجيله ارتفاع في الكوليسترول. عشان كده احنا لازم نعرف ازاي يكون عندنا القدره في التحكم في شهيتنا، ولو وزننا زاد شويه لازم نقدر ننزله عشان نتجنب مشكله الكوليسترول ومشاكل تانية كتير. النهارده معاكم هنعرف ايه علاقه السمنه بالكوليسترول وازاي نتحكم في شهيتنا عشان نتجنب كل الاضرار اللي ممكن نقابلها. ان شاء الله هيكون معانا دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيعيه كليه الصيدله، دبلوم التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه. اهلا بيك معانا يا دكتور ومنورنا. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني بنقول ان مشكله انه تبقى نفس يعني شهيتنا كده مفتوحه على البحر وما بنشبعش وطول الوقت عايزين ناكل، خصوصا كمان الناس اللي بتحب الشوكليت والحلويات وطول الوقت تبقى عايزه سكريات، وده بيأثر طبعا في ارتفاع نسبة الكوليسترول ويأثر على الجسم ونسبة الدهون في الجسم وشكلنا ولبسنا ونفسيتنا وكل حاجة تقريبا. أنا دايما بقول إن السمنة بتبقى يعني سبب رئيسي لكل المشاكل اللي ممكن تقابلنا سواء كانت نفسية أو جسمانية. ده حقيقي، يعني هي 90% حتى من أمراض العصر اللي احنا بنعاني منها دلوقتي بتبقى المرجع بتاعها في الأول سمنة. بيبتدي حتى أول ما المريض بيروح للدكتور، يعني اول ما بيلاقي وزنه زايد اول حاجه بيبتدي ينصحه بيها بيقول له لازم تنزل وزنك. الوزن ده اساسي لازم هتنزله. كمان موضوع الكوليسترول على مستوى العالم، يعني العالم كله بيلتفت ليه دلوقتي لانه مرض صامت. في حد من المصريين ما عندوش كوليسترول؟ الغالبيه يعني للاسف الغالبيه، ومش بس في مصر، يعني حتى في اوروبا وفي امريكا وفي كندا الموضوع بقى منتشر وورلد وايد عالميا. يمكن طبيعه الاكل اللي احنا بناكله، ما عدناش بنهتم قوي بالاكلات الهيلسي، بناكل على طول الجانك فود، الاكلات اللي هي السريعه، حتى ربه المنزل بتبقى راجعه من شغلها عايز تعمل اي حاجه بسرعه. فالحاجات دي كلها بتؤدي في النهايه للسمنه، الشخص بيبتدي ان هو يتخن. الى جانب كمان اكلاتنا بقى فيها حاجات فاتح للشهيه كتير جدا، بتلاقي الواحد عايز ياكل اكتر واكتر واكتر. في النهايه بنصاب بمرض صامت. ومن احد الامراض الصامته ديت اللي هي الكوليسترول المرتبط بالسمنه. طب ده نعرفه ازاي؟ نعرف ازاي ان احنا في عندنا ارتفاع في الكوليسترول؟ السؤال ده حلو قوي، لاني انا هعرفه ازاي؟ يعني هل الكوليسترول ليه له اعراض؟ مشكله الكوليسترول في اعراضه بتتم لما يكون خلاص الشخص عنده كوليسترول وبقى متراكم على مدار سنوات. يعني مش معنى ان الواحد الكوليسترول زايد عنه بيحس بالاعراض في ساعتها، لا. ده بيبتدي ان هو يتراكم، بيبتدي يحصل بعد كده انسداد في الشرايين، في الاوعيه الدمويه، مره واحده بيلاقي رجليه بتنمل، يلاقي ايده بتنمل، يلاقي عضله القلب عنده بيبتدي يحس باختناق في منطقه الصدر وعضله القلب. ده خلاص وصل لمرحله ما تعالجش الكوليسترول، وفي نفس الوقت خلاص ابتدى ان هو يتراكم في الاوعيه الدمويه ويحصل عمليه الانسداد. ده مشكله يعني. طب ده احنا ايه بقى محتاجين ان احنا من بدري نفضل نعمل بقى تحاليل وحاجات كده عشان نقدر نعرف ولا نعمل إيه؟ احنا محتاجين فعلا كلنا يبقى واقفين مع بعض كده واقفه ان احنا نشوف صحتنا ناقصها ايه. اذا كان وزنك زايد يبقى لازم ننزل وزني بطريقه هيلسي. كمان لما الواحد في اوروبا واحنا ليه دايما لما بنقول ناكل حاجات هيلسي ما بنشبعش؟ يعني ما بتملاش عينينا، بنبقى عايزين ناكل الحاجات اللي هي يعني نبقى مبسوطين واحنا بناكلها. يعني في ناس يقول لك الاكل ده اصله مزاج. صحيح صحيح، وفي نفس الوقت في الاول والاخر الواحد عايز يوصل لمرحله الشبعان، هو يشبع. فابتدى حتى عالميا دلوقتي وورلد وايد ظهر حاجه جديده بقت موجوده وسهله الاستخدام، وهي الالياف الطبيعيه. نقدر عن طريق الالياف الطبيعيه ديت ان احنا نجيبها، ونقدر ان احنا بطريقه سهله جدا في عمليه التحضير بتاعها نقدر ناخدها تحسسنا بعمليه الاشباع، ان انا خلاص شبعان، وفي نفس الوقت اخدت الفوائد بتاعه الالياف الطبيعيه. يعني مش بس ان انا شبعت، انا اخدت كمان الفايده بتاعتها من فيتامينات ومعادن، الى جانب كمان بقى ودي مهمه جدا دور الالياف الطبيعيه في انقاص الوزن وكمان تخفيض نسبه الكوليسترول في الدم، ودي مهمه قوي. يعني هي بتعالج كمان بان هي بتخلي نسبه الكوليسترول اللي موجوده عندنا تقل. ده حقيقي، ويمكن كمان في اوروبا وفي امريكا وفي كندا تحديدا ابتدى في هناك اويرنس قوي قوي بموضوع الالياف الطبيعيه للناس اللي عندهم سمنه وزياده في الكوليسترول. يعني اول ما النهارده الطبيب بيشوف حد عنده سمنه زياده في الوزن وكمان مرتبط معاه بالكوليسترول بيبقى اول اختيار ليه هو الالياف الطبيعيه مباشره. طيب احنا معانا فيديو، خلينا نروح نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. ماشي. نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه. We've got a problem in Canada and Western nations where a large proportion of us have got raised cholesterol levels, a very large proportion of us.
many of us, if we don't smarten ourselves up, will have to go on drug therapy to manage those cholesterol levels and reduce the risk of heart disease. So what's so specific about oat fiber? Well, oat fiber basically is one of the most palatable of the sorts of sticky fiber, viscous fibers that we have. And it's the oat beta-glucan, it's the beta-glucan in the oats, that component that makes oatmeal sticky when you cook it, which is the thing that causes the bile acids, which are your products of cholesterol, to leave the body more. So these things therefore let you lose cholesterol more from the body. This is what we need at a time when many of us have raised cholesterol levels in the blood. Research has been looking at the ways in which diet can address this issue. We've found that if one has a dietary portfolio, as we call it, of four major components, viscous fibers, plant sterols, vegetable proteins, and nuts, if we can put those things together, each of them will lower cholesterol by about 5%, potentially. If you put those together and you're consistent in your diet, you may get a 20% reduction, a 15 to 20% reduction in serum cholesterol. Even if you only get half, it's 10%. And for many people, that's enough to bring their cholesterol into a reasonable. يعني برضه هو حتى بره بينصحوا باستخدام الالياف. يعني حتى احنا شايفين اللي شفناه دلوقتي ده البروفيسور ديفيد، ده رئيس قسم التغذيه والتمثيل الغذائي بجامعه تورونتو بكندا، وهو بيتكلم تحديدا عن الالياف الطبيعيه ووظيفتها في انقاص الوزن وتخفيض نسبه الكوليسترول في الدم. ودي موضوع مهم جدا، يعني النهارده وانا بخس انا كمان بشيل السموم اللي موجوده في جسمي، بشيل الكوليسترول الزايد في جسمي، كمان موضوع لو في سكر زايد بيقدر كمان ان هو يبتدي يحسن من وظائف البنكرياس. فبالتالي النهارده مريض السمنه مش بس ان انا عايز انزل وزنه، مش هو ده الهدف. الهدف ان انت تبقى صحتك في النهايه رجعت بشكل طبيعي، تقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي. يعني حتى زي ما شفنا مستر ديفيد في الابحاث اللي اتعملت في كندا على الالياف الطبيعيه بيوصل لنسبه الكوليسترول للمعدل الطبيعي بتاع الجسم. فبيبتدي النهارده دي مرحله مهمه جدا، بدل يا جماعه يلي بتشاهدونا ما نبتدي نلجا للادويه وتلاقي عندك كوليسترول، ولما هتصاب بالكوليسترول وتاخد معاه الادويه التقليديه هتمشي عليها فور ايفر مدى الحياه. فانت حياتك النهارده في ايدك انت، يعني كل اللي واحد بيميز فينا. الالياف اللي حضرتك بتتكلم عنها عن اي حاجه تانية يا دكتور، يعني تشوف شركات كتير وبنسمع عن يعني اختلاف الشركات، شركه برضو نفس المنتج وشركه تانية، وايه اللي بيميز اللي احنا بنتكلم عنه؟ طيب هي سؤالك حلو قوي. يعني احنا بنتكلم على الالياف الطبيعيه البراند، البراند دوت اللي هو وورلد وايد، اللي هو في امريكا في كندا في اوروبا بيستخدموه، وفي بعد كده شركات تجاريه بتحاول انها تقلد من البراند فبتعمل الجينيريك اللي هو بيسموه التقليد للالياف الطبيعيه. في فرق كبير جدا ما بينهم. اولا في طريقه الصناعه، لان الالياف الطبيعيه البراند تبقى نوعين من الالياف موجوده فيها، نوع بيدوب في الميه وده اللي بيعمل عمليه الامتلاء بتاع المعده ويوصل الشخص لمرحله الشبع، ونوع تاني ما بيدوبش في الميه. النوع اللي ما بيدوبش في الميه دوت بيبتدي ان هو يقلل الكوليسترول، بيبتدي ان هو يقلل نسبه الجلوكوز الموجود في الدم لمرضى السكر، بيبتدي ان هو الدهون اللي موجوده في الجسم بيبتدي ان هو ياخدها وتخرج في عمليه الاخراج. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه البراند الالياف الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عليها اورجانيك، مزروعه من غير اي نوع من انواع المبيدات او دخلت حتى فيها الاسمده الكيماويه، فهي مزروعه بشكل طبيعي 100%. الحاجة الثالثة كمان ودي مهمة جدا بتميز البراند، ان هو واخد الـ FDA approved. فحتى منظمة الغذاء والدواء الأمريكية مدية للألياف الطبيعية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة الموافقة للاستخدام الآمن 100% لأي حد بيعاني من السمنة أو زيادة الوزن. كمان مسجلة في وزارة الصحة هنا كمان في مصر. طيب احنا معانا فيديو حضرتك هتشرح عليه ازاي نستخدم الالياف وناخدها ازاي، خلينا نشوف. موضوع الاستخدام ده مهم لان ناس كتير بتسال عليه.
طبعا البراند او الالياف اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى موجوده في اكلات كتيره جدا على مدار يومنا، ممكن ان احنا ناخدها ولكن مش بالتركيز الكافي اللي بيسمح لنا ان احنا يحصل لنا عمليه انقاص الوزن. ما تعملش نفس النتيجه ومحتاجه كميات كبيره جدا 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 عشان توصلي لها. فاحنا بالنسبه لنا الالياف الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، النص الاولاني منها اللي هو بيدوب في الميه زي ما احنا شايفين، والنص الثاني ما بيدوبش في الميه. وظيفة اللي بيدوب في المية ان هو هيديني شكل زي الجل في الكوباية واحنا بنحضرها مع المية، بتنزل المعدة بيحصل عملية الامتلاء ودي اول مرحلة، بتاخد جزء كبير من المعدة عشان كده يحصل نسبيا عملية الشبع. فاذا انت بتعاني من حالة نفسية وبتاكل كتير قوي او مكتئب فده بيخليك تاكل كتير، لا انا خليتك خلاص شبعان. اذا انت عندك مشكلة ان انت دايما حاسس بالجوع فانا خليتك خلاص شبعان، ما عادش في عندك الاحتياج ان انت تملي معدتك او تقول انا جعان فعايز اكل. الحاجة التانية اللي موجودة كمان اللي هي الانسولابل اللي هي ما بتدوبش في المية بقى، فبتخش بعد لما بتخش المعدة بتروح جاية متحركة اوتوماتيك على طول مباشرة على الامعاء، وفي الامعاء هناك بتبتدي انها تستقطب نسبة الكوليسترول الموجود في الدم. والكوليسترول على فكرة بالمناسبة بيبقى دهون عالقة، الجسم بيبقى صعب ان هو يتخلص منها، فبتقدر الالياف انها تمتصه وتجتذبه وتبتدي انها تاخده معاها ويبتدي ينزل في عمليه الاخراج. طيب ان احنا ناخدها بقى، ناخدها ايه بقى، 3 مرات مثلا ولا مره واحده في اليوم يعني طريقتها ازاي؟ تمام، هي الالياف الطبيعيه موجود منها نوعين، نوع عشان الغداء بيبتدي المريض ان هو بيبتدي ياخده، وكمان في النوع الثاني اللي هو فتره العشاء، ودي مهمه جدا ان فتره العشاء بالذات واحنا كمان داخلين على الشتاء اللي كلنا كل الناس بيجي بالليل ممكن يفضل طول اليوم يقول لك انا ما اكلتش فجاي بالليل انا جعان يعني. فاتعملت اللي هي الفايبرز بتاعت بالليل ديت علشان تقعد في الجسم فتره اطول وفي نفس الوقت تفضل ان انت شبعان. طيب فهتتاخد كده مرتين في اليوم. طيب لو احتياج شخص ان هو فتره الفطار محتاج ان هو ياخد فايبر، خد فايبر مفيد جدا، كمان في فيتامينز. يعني مفيش ضرر من فكره انه لا ده انا اخدته 3 مرات انا كده زودت الموضوع فانا كده في ضرر؟ لا، لان هي منتج طبيعي 100% الياف طبيعي. الياف طبيعي ما فيهاش اي نوع من انواع الكيميكالز. طيب حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وانت بتشرح الفيديو وقلت لي لو حد نفسيته تعبانه وعنده حاله اكتئاب وبياكل كتير. ايوه. ايه علاقه النفسيه بفكره اننا ناكل كتير او ما ناكلش خالص؟ يعني في ناس تزعل تاكل بشكل غير عادي وتبقى محتاجه سكريات كتير جدا ومش عارفه بتاكل ليه، واحيانا يبقى شبعان ومعدته مليانه بس حاسس انه عايز ياكل. بشكل طبيعي جدا جسمنا بيفرز هرمون السيروتونين وده بيسموه في عالم الطب هرمون السعاده. لما الواحد نفسيته بتتعب او بيكتئب الهرمون ده بيبتدي ان هو يقل في الجسم، فبيبتدي الشخص عايز يطلع الطاقه اللي هو مكتئب او نفسيته وحشه فيها، فاقرب حاجه بالنسبه له هي الاكل، ان الاكل احنا بنشوفه الاول بعينينا، فبيبقى ده الجسم عامل عارفه زي الكمبيوتر. فعايز يشوف حاجه تدخله السعاده، فايه اللي هيدخله سعاده؟ الحاجه اللي هيشوفها بعينيه، فبيشوف قدامه الاكل فبيبتدي عايز ياكل اكتر واكتر وانواع مختلفه كتير من الاكل. فمهما بياكل الشخص اللي هو بيبقى حالته النفسيه سيئه ما بيحسش ان هو شبع، بيحس ان هو عايز ياكل اكتر واكتر واكتر. فلا طب تعالى بقى، تعالى هنا في سكتنا، انا اخد معدتك وبقك واقفل لك بقك، تعالى هنا في سكتنا بقى عشان وزنك ما يزيدش، علشان ما تتخنش، علشان مش تفاجئ بمشكله اكبر واكبر ان انت وزنك زاد فنفسيتك هتسوق اكتر واكتر. طبعا تعالى النهارده خد فايبرز اكتر واكتر. بالظبط. طيب خلينا ناخد اماني. اماني اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي حضراتكم؟ الحمد لله. اهلا بيكي امان. الف شكر للدكتور على المنتج الهايل ده بصراحه. قولي لي اماني انت جربتيه؟ اه الحمد لله تمام. طب قولي لي عندك كام سنه ووزنك كان ايه ودلوقتي وزنك ايه وعملتي ايه؟ انا عندي 35 سنه واخدته لمده 15 يوم، اخدت المنتج 15 يوم، خسيت اول اسبوع 3 كيلو والاسبوع الثاني 2 كيلو. طب ما شاء الله 5 كيلو في 15 يوم. ممتاز. طيب انت كان وزنك قد ايه يا امان؟ انا 95. تمام. كان 95 دلوقتي 90. حسيتي بالفرق في لبسك في شكلك؟ طبعا. نفسيا؟ ايوه طبعا. وبعدين اول اسبوع ما كانش باين قوي على الميزان، بس الاسبوع اللي بعده كان باين في المقاسات، تاني اسبوع بان على الميزان وبان في المقاس. فرق معاكي في اكلك ايه لما خدتيه؟ بيفرق طبعا، بيقفل الشهيه بشكل غير طبيعي، عمري يعني ما كنت اتوقع كده اساسا. يعني انت اساسا اكيله بتحبي الاكل وكده؟ يعني طبعا بحب الحلويات وبحب الحاجات الحلوه يعني بشكل كبير، ف
فطبعا اول ما باخده بيقفل لدرجه ان يعني بس ما تضحكوش عليا يعني يعني كام يوم كده كنت باكل قبل ما اخده يعني بيقفل يعني. فبصراحه يعني ما كنتش متوقعه ان هو هيقفل كده. تمام نورتيني الحمد لله يعني. نورتيني يا اماني ميرسي. اكل الحلويات ومشكله اكل الحلويات هو يعني الالياف فيها حاجه بتعوض فكره السكريات واحتياجنا لاننا طول الوقت ناكل حلويات؟ اكيد طبعا، لان الالياف الطبيعيه هي عباره عن نباتات وفواكه جاي منها الياف. يعني في فواكه كتيره جدا موجود فيها الالياف زي الافوكادو زي البرتقال زي الاناناس، فبيبقى ميكس ما بين ده وما بين ده. فالالياف الطبيعيه نوعا ما لما حد هيبتدي ياخدها هيلاقي ان فيها مسكره او فيها سكر الفريكتوز، وهو ده السكر الحسن اللي احنا بنقول عليه او الكويس اللي هو سكر الفواكه، فبتلاقي طعمه حلو. موضوع كمان السكريات والحلويات الشرقيه اللي احنا مشهورين بيها هنا في مصر والوطن العربي، لازم بقى يعني يا جماعه نبتدي ندور على صحتنا. عايز تاكل حلويات كل بس نسبه صغيره، يعني ما ينفعش من نفسي يعني احنا بنلاحظ يعني الناس بيحطوا طبق الحلويات وينزل ياكل عليها طبعا وشوكه ورا الثانيه ورا الثالثه، فطبق البسبوسه كله يخلص في ساعتها. لا يعني كل حاجه النهارده حطها بالميزان، لازم انت دكتور نفسك محدش معاك، فانت لا شوف انت بتاكل ايه وسعراتها الحراريه قد ايه قبل ما تاكلها عشان بعد كده ما تفاجئش بالمشكله. طب مع الالياف يا دكتور في نظام بنتبعه؟ يعني في بنشوف اعلانات بقى كتير قوي، مش هتعملي دايت، هتخسي من غير ما تتحرمي، هتاكلي كل اللي نفسك فيه وهتخسي وانت قاعده مكانك وحاجات كده يعني. ده كله كلام تجاري يعني، الناس حتى يعني بقى عندها وعي النهارده وهي بتتفرج على التلفزيون تتحق. ما بتصدقش ما بتصدقش الكلام ده. فلازم النهارده لما احنا بنشوف حد يكون على اساس علمي. يعني انا شايف مثلا في اساس علمي في المنتج بنتكلم عليه، في اساس علمي للالياف الطبيعيه بنقول عليها، العالم كله بيحكي عليها، زي ما احنا شفنا النهارده رئيس قسم التغذية بروفيسور ديفيد رئيس قسم التغذية في جامعة تورونتو في كندا بيتكلم على الألياف الطبيعية. لازم كلنا نبقى واحنا بنشاهد نكون متأكدين من المعلومة اللي بتتقال، مش أي كلام وخلاص بيتقال. موضوع الحاجات اللي أنا هاخد الألياف الطبيعية وابتدي إن أنا ما أعملش نظام غذائي وآكل اللي نفسي فيه، لا الكلام ده مش حقيقي أبدا. طيب خلينا ناخد مدام ميرفت ونرجع نقول ممكن نعمل إيه وإحنا بناخد الألياف. مدام ميرفت اتفضلي. ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي اهلا بيكي. اهلا بيكي. قولي لي مدام ميرفت انت عندك كام سنه الاول؟ 40 سنه. تمام، احكي لنا بقى. انا لما شفت المنتج يعني اتشجعت، لان انا بعمل رجيم كتير وما بخسش بسهوله. فاتصلت بالشركه وجبت المنتج، فما كنتش متخيل ان هو في الفتره القليله ده هيخسس. انا خدته من يوم الاثنين يعني ليه 6 ايام. وزنت نفسي النهارده لقيت نفسي خاسه 3.5 كيلو. طب وبنتي برضو خدته وخاست 3 كيلو في 4 ايام. بنتك قد ايه؟ 14 سنه. وانت كان وزنك قد ايه يا مدام ميرف؟ انا وزني 110. كتير. وصلت 107. تمام. النهارده في خلال 6 ايام. تمام. طب يعني دي نتيجة هايلة الحقيقة يعني. طبعا. نورتينا يا مدام ميرفت، بشكرك. يعني هي برضو يعني من الحاجات المهمة قوي ناخد بالنا، جسمنا لما بيبقى على الميزان ما بيبقاش كله دهون. يعني في كمان مع دهون في نسبة مية زيادة في الجسم. طبعا. فبرضو عشان هي فايبرز ألياف طبيعية فهي بتاخد المية الزيادة بس، يعني نسبة المية الزيادة. عشان كده لما بيجي حد بياخد الألياف الطبيعية في أول أسبوع بيلاقي فيه نسبة انقاص في الوزن كبيرة، لأن خد دهون وخد كمان نسبة مية زيادة كمان موجودة في الجسم بيبتدي الجسم يتخلص منها. طيب يعني هو طبعا إن حد يلاقي حاجة تسهل عليه فكرة إنه يقفل شهيته بتبقى مشكلة عند ناس كتير جدا، خاصة إن كان ظهر في فترة أدوية كتير جدا شغالة على حتة الشهية، ولكن كانت شغالة على منطقة المخ، ودي كانت بتبقى نتيجتها هايلة، لكن أضرارها الحقيقة كانت بتبقى من أخطر ما يمكن، اكتئاب أو يعني دخلنا خلاص في كيمياء المخ فبيبقى فيها مشاكل كتير. أنت مذاكرة كويس موضوع التخسيس والتغذية وبتاع، أنا حاسس إن أنت يعني لا مذاكرة يعني متعمقة في الموضوع. لا مذاكرة وفعلا كلامك صح، لأن كان ظهر من حوالي 20 سنة كده، كانت بداية ظهور أدوية بتشتغل على مركز في المخ بتبتدي إنها بتعمل بلوك للمركز ده بتقفله، فالشخص خلاص بيحس إن هو خلاص شبعان. وطبعا دي كلها اتمنعت على مستوى العالم وورلد وايد، ما عادش خلاص موجودة،
اثارها السلبيه كتيره جدا. وجميل ان احنا عندنا حاجه ملهاش اثار جانبيه وما بتاثرش على حاجه، وفي نفس الوقت بتبقى مفيده بالزبط للجسم زي الفيتامين. بالظبط. احنا لينا حلقات ان شاء الله كتير مع بعض لو عايز نقول ازاي نقدر ناخد الالياف وبرده نبقى منظمين اكلنا. دكتور خالد بشكرك، نورتني. شكرا ليكي وشكرا لكل الساده المشاهدين اللي شاهدونا النهارده. بشكرك جدا. بشكركم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله لو عشتوا. كل يوم عمر الساعه 3 الا 3 اشوف حضراتكم بالف خير. سلام عليكم.